مشاهدينا، اليوم تم تسجيل 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المغرب، ليصل العدد ل 74 حالة. أعلنت وزارة الصحة على بوابتها الرسمية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب أنه قبل قليل من يوم الجمعة تسجيل 8 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب والمختبر الوطني للإنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط. وبذلك مشاهدينا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد 19 بالمملكة إلى 74 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 349 حالة. وتم تسجيل 6 حالات جديدة بمدينة مكناس وحالتين بكل من سلا والقنيطرة. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن تسجيل 3 حالات وفاة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بكورونا. إذن متتبعينا، نطلب الله يسترنا، نطلب الله يحد الباس. اليوم وصلنا 74 ديال الحالات. لهذا مشاهدينا كما قلت لكم، ما علينا إلا نتضامنوا ونتآزروا ونتأخوا ونتشبتوا على خلق مناخ نفسي ومعنوي وقوي لمواجهة هذه الأزمة. وما نساوش كنوجهوا تحية للإخوان ديالنا بالجزائر، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى أن يرفع لنا وعليهم الضرر. تحية لك أخي من الجزائر. إخواني، اليوم صبحنا عندنا 74 حالة مؤكدة، ولهذا يجب علينا الالتزام والانضباط ونصغاو التعليمات ديال السلطات ديالنا باش نكونوا إن شاء الله تخطينا هذه الأزمة هذه اللي العالم كله كنعرفوه، كله العالم كله الآن كيواجه هذا الوباء الخطير وهذه الأزمة. إذن مشاهدينا، نقول لكم هذا البث المباشر من مدينة قلعة الصراغنة، ومن بعد إعلان وزارة الصحة عن 8 حالات جديدة لترتفع الحصيلة إلى 74 حالة مؤكدة بفيروس كورونا. مشاهدينا، ما بقينا إلا أن نودعكم ونلتقي في مباشر آخر إن شاء الله. تحية للجميع.